هلا بنات حبيباتي، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل يكون بخير وصحة وعافية. اليوم الفيديو مثل ما وعدتكم راح اسوي لكم تونر الكولاجين، ومو بس راح اسوي لكم تونر الكولاجين، راح اسوي تونر ثاني اللي هو تونر الشاي الاخضر او الشاي الاخضر، احنا بالعراق نسميه شاي. بالنسبة للي اول مرة يزورون قناتي، لا تنسون تشتركون بالقناة بليز وفعلوا الجرس، تابعوا الفيديو وياي. بالنسبة للتونر الأول راح نحتاج إلى مي ورد ولبان ذكر، وبالنسبة للتونر الثاني راح نحتاج إلى مي مقطر أو مي فلتر وشاي أخضر أو شاي أخضر. بالنسبة لمي الورد حاولوا إنه تجيبون مي ورد أصلي، جيبوا من إيران أو من سوريا من الأردن، وإذا تعرفون شخص بالعراق يبيع مي ورد أصلي يا ريت تكتبون بالتعليقات حتى الكل يستفاد ونعرف منين نشتري مي ورد أصلي. هذا مي ورد أنا ماتي أصلي جايبيه من إيران. ثاني شي راح نحتاجه هو لبان الذكر. لبان الذكر اللي هو الكولاجين الطبيعي، يشد البشرة، يوخر التجاعيد، يفتح لون البشرة، يعالج الحبوب. وإذا تسألوني اللي هو ايش يعني يعالج الحبوب ومضاد للالتهابات وما اعرف ايش، لأنه هو غني بمادة الكورتيزون الطبيعية. يعني مادة الكورتيزون معروفة انه هي تعالج الالتهابات ويستخدموها الأطباء هواية، بس هذا كورتيزون طبيعي، يعني مو مثل الكورتيزون الصناعي اللي هو يؤذي يعني بآثار جانبية هواية. طبعا لبان الذكر يستخدموه حتى كبخور، مذكور بالسيرة النبوية ومذكور بالطب النبوي ومذكور بطب أهل البيت، ومذكور هواية والعلماء الآسيويين هواية يستخدموه. يعني بنات لو قد ما أحكي عنه ما تخلص الأحاديث النبوية عنه، يعني دوروا أنتوا وبحثوا وشوفوا إيش قد بيه فوائد وإيش قد مذكور بالأحاديث النبوية وأحاديث أهل البيت، وإيش قد العلماء بكل مكان يعني يسوون أبحاث عنه ويستخدموه. وأيضا هو مقوي للذاكرة وللشخص العصبي ومفيد لتقرحات المعدة ويقلل الوزن، يعني يضعف الجسم. بناتي إذا حابين تستخدموه كمشروب أخذوا هاي الحبة الصغيرة فقط ونقعوها بكوب مي وثاني يوم اشربوه، فقط هاي الحبة الصغيرة مو أكثر، لأنه زيادة كالنقصان، وهذا إذا زاد عن حد حالة حال باقي الفيتامينات إذا زادت عن حدها بالجسم راح تضر الجسم وراح تفيده، فهذا أيضا لبان الذكر راح يضر الجسم وراح يفيده. بالنسبة للتونر الثاني راح نحتاج الشاي الأخضر. الشاي الأخضر مضاد للإكسدة، يأخر الشيخوخة، وأيضا يعني يمنع الالتهابات، بالتالي راح يمنع ظهور حب الشباب. وفوائد التونر بشكل عام هو أنه يعادل الرقم الهيدروجيني للبشرة، يعني يخلي البشرة لا هي حامضية ولا هي قلوية، وضروري أنه الرقم الهيدروجيني للبشرة يكون متعادل، وإلا البشرة راح تصاب بالشيخوخة وحب الشباب وغيرها. وأيضا التونر يقلل إفراز الدهون، يقلص المسامات ويرطب البشرة. بالنسبة لتونر الكولاجين راح نحتاج إلى ملعقة واحدة من لبان الذكر. وبنات مثل ما تشوفون الملعقة يعني لا هي كلش مليانة ولا هي كلش فارغة، نص ونص. وراح نحتاج إلى كوب واحد من ماء الورد، طبعا الكوب يعادل 250 ملي لتر بالقياسات العامة. راح نخلط ماء الورد ويا لبان الذكر وراح نتركهم لمدة يوم كامل بدرجة حرارة الغرفة، وكل شوية نرج المخلوط أو العفو نرج الخليط أو نرج العبوة حتى تختلط المواد. بنات شوفوا هذا أنا منقعته قبل يوم، وهذا بعد مرور يوم كامل عليه هسه صار جاهز ونقدر نستخدمه. راح أفرغه بعبوة حتى أقدر أستخدمه. وطبعا يقال أنه لبان الذكر هو مفيد أكثر من ثمار وأوراق الشجرة، لأنه هذه الخلاصة مالت الشجرة. يعني هما شو يسوون؟ يجرحون الشجرة، فالشجرة شو تسوي؟ تفرز هذه المادة حتى تعالج نفسها وحتى تدافع عن نفسها، فتفرز يعني أحسن ما عندها حتى تعالج نفسها، فيأخذوه يبيعوه على شكل لبان ذكر، وهو هذا لبان الذكر. لذلك يقال إنه هو أحسن من ثمار وأوراق الشجرة. طبعا هذا فرغته بالعلبة، وهذا عندي زاد، تقدرون تسووه ماسك أو تقدرون حتى تعالجوه أو تسووه أي شيء بكيفكم. وهذا تونر الكولاجين صار عندي جاهز. بالنسبة لطريقة الاستخدام راح تغسلون بشرتكم أول شي بالغسول، بعدين تاخذون هذه القطنة مالت المكياج تخلون عليها شوية من التونر
وتمسحون به بشرتكم، وماكو داعي بعد تغسلوه. طبعا راح تحسون انه بشرتكم صارت مشدودة ونقية، وحتى راح يشيل بقايا المكياج اللي موجودة على البشرة، لذلك بشرتكم راح تحسوها مثل بشرة الطفل. وبالنسبة لتونر الشاي الأخضر، راح ناخذ ملعقة واحدة من الشاي الأخضر، وراح نضيف عليها نصف كوب ماء ساخن جدا، يعني المي تفوروه مباشرة وتضيفوه على ملعقة الشاي الأخضر. يفضل انه يكون مي مفلتر او مي مقطر، لانه المي العادي او مي البوري او الحنفية هو مي يحتوي على نسبة عالية من الحموضية، بالتالي راح يؤذي البشرة. بنات وتركوه نصف ساعة، هذا بعد مرور نصف ساعة عليه. هسه راح اصفيه وبعدين افرغه بعلبة. بنات اذا عندكم ببشرتكم حبوب هواية، ضيفوا له قطرات قليلة من زيت شجرة الشاي حتى يزيد من مفعوله. طبعا هو الشاي الاخضر اصلا يعالج الحبوب، بس اذا تردون تزيدون مفعوله ضيفوا له قطرات قليلة من زيت شجرة الشاي، او اذا بشرتكم كلش جافة ومتقشرة ضيفوا قطرات قليلة من زيت الجلوسرين. هسه بنات راح افرغه بهذه العلبة. طبعا زيت شجرة الشاي ما احكي لكم فوائده العظيمة، يمنع التأكسد، يمنع ظهور حب الشباب، يقلص المسام، يقلل افراز الدهون. بنات هذا شكل العلبة وهذا شكل الشاي بعد شلون صار. وطبعا بالنسبة لطريقة الاستخدام، تبخوه على وجهكم بهالطريقة، وطبعا تقدرون تستخدموه بأي وقت، يعني كل ساعتين ثلاثة تبخوه على وجهكم، تحتفظون به بالثلاجة. هذا يبقى عندكم لمدة أسبوع كامل. أو تقدرون الطريقة الثانية، تبخوه على قطنة مال مكياج وتمسحون به وجهكم. طبعا حتى راح يشيل المكياج الزايد، لأنه بعد غسول الوجه يبقى أكو آثار مكياج بالوجه. بنات بهيك نكون وصلنا الى نهاية الفيديو، يا رب ان شاء الله تكونون استفاديتوا من الفيديو. اذا عندكم اي اسئلة او اي اقتراحات او اي استفسار، اكتبوا لي بصندوق التعليقات. اشكركم من كل قلبي واشوفكم بفيديو جديد، ومع الف سلامة.